نهاية اليوم وجهات نظر، كل حد له وجهة نظر. أنت كنت لاعب وخبرة وكابتن فريق، أكيد لما تقول لاعب مثل لابا تبغى يشارك، في النهاية هذا حرص منك وحب منك، وإن إن إن تبغى الفريق إنه يكون في وضعية أفضل. نحن يهمنا اليوم اللي سجلنا وساعد في ما في شيء مضمون. ما في شيء مضمون. تسجيل الأهداف. هني شوف. هني ما في شيء مضمون. هني سبيت. اليوم إحنا لازم نتكلم عن إن المباراة، وقلناها في قبل مباراة الذهاب. ترى النهائي مباراة مو بسهلة أبدا، وأتوقع اللاعبين يعون هالموضوع بعد المباراة الأولى وقبل المباراة الأولى. يعني اليوم لازم حتى الجمهور يعرف فريق الياباني ما وصل بالصدفة للنهائي، وشفنا مدى خطورتهم. غريب حارب لما يتكلم أن الفرق هذه تتمتع أنها عندها صبر، صحيح، لأن آخر لحظة ممكن يرد للمباراة في أي لحظة، ما تأمن له في أي شيء. فمباراة الغد لازم يكون فيها حرص كبير، صح، لازم يكون فيها تركيز كبير، لازم يكون القتال كبير في الملعب، قتال مضاعف في الملعب. باكر مو بمباراة كرة قدم بس.